بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في لقائنا الثالث بعد ما تكلمنا عن العديد من المؤثرات وتكلمنا عن تاريخ الفن بشكل عام، التسلسل الزمني، مفاهيم زي مفهوم الفنون والحداثة، أيضا حاولنا تتبع سريع لكيف تطورت الفنون لغاية القرن 19. اليوم راح نبدأ فعليا في الحديث عن الحداثة في الفن. زي ما عرفنا الحداثة وكيف أنه في عدد من المسببات وصلت بالفنان أنه يتغير، أنه يكسر القواعد اللي اعتادها في الفنون الكلاسيكية، أنه يغير، أنه يكون متميز من خلال الاختلاف. راح نبدأ بالمدرسة التأثيرية. المدرسة التأثيرية مرة مهمة في تاريخ الفن، وخصوصا في تاريخ الفن الحديث، لأنها هي بداية الخروج عن القواعد السليمة. ايضا في اكثر من شيء حصل او كان موجود في هذاك الوقت في باريس. المدرسه التاثيريه والحداثه بدات في باريس، كل شيء كان في فرنسا في هذاك الوقت. كانت ايضا فرنسا واقعه تحت التاثيرات السياسيه والفكريه والصناعيه اللي تكلمنا عنها كاحد اهم المؤثرات او المتغيرات على الفنون. فرنسا في هذاك الوقت كان عندهم الاكاديميات طبعا لتعليم الفنون، وكان أيضا فيه وظيفة ما يسمى بالناقد أو ناقد الأعمال الفنية، إضافة إلى وجود الصالون السنوي اللي كل الفنانين يجون يعرضون فيه أعمالهم عشان ينقال إنه أعمالكم فعلا مرتبطة أو جيدة من حيث توافقها مع المبادئ الأساسية في الفن الكلاسيكي. اللي حصل إنه في نهاية القرن 19 مجموعة من الفنانين في فرنسا بدأوا يحاولون يخرجون عن القواعد الأساسية، وهم اللي نعرف عنهم بالتأثيريين. الفنانين هذولي أو أهمهم، أو خلينا نقول البداية، جت مع فنان اسمه مونيه. كلود مونيه قال، أو له مقولة شهيرة، يقول: أنا أصور ما أرى، لا الصورة التي يرغب الآخرون برؤيتها. طبعا المفهوم زي ما قلنا، لما انت تعرض صورتك في صالون عشان يحكم، انه الاخر ايش يبغى يشوف وبناء عليه هو يحكم عملك. مونيه يبغى يكسر هذه القاعده ويقول: انا اصور الشيء اللي انا اراه. الشيء اللي يراه مونيه مختلف عن الشيء اللي يشوفونه الاخرين. مونيه زي غيره كان طبعا يطلع للاماكن، يشوف سواء كان بحر، نهر، منظر طبيعي الى اخره. مونيه شاف لحظه شروق الشمس بطريقه مختلفه عما يشوفها الاخرين. خلينا أقول لكم شلون يشوفها. إحنا لما نطالع اللوحة، أو حتى لو نشوف من الشباك أو من أي مكان، ونحاول إن إحنا نخفف من نظرنا، نبدأ نلغي التفاصيل، نبدأ نشوف الشيء كأنه مغبش. كذا شاف مونيه العمل، كذا شاف مونيه المنظر الطبيعي، شافه بدون تفاصيل زي ما نشوف الإنسان العادي اللي لابس نظارة. أو بمعنى صح، لو واحد يلبس نظارة عشان نظره قصير بس يشيل النظارة ويشوف المنظر الطبيعي، المنظر اختلف تماما. مونيه شاف المنظر الطبيعي بهذا الشكل، بدأ يشيل التفاصيل، خفف من التفاصيل، أخذ عمله هذا وراح وعرضه في معرض أو الصالون. هو وغيره من الفنانين اللي أيضا أعجبوا بأعماله، لأن زي ما قلنا الفنانين في هذاك الوقت كانوا مجموعة متناسقة، يشوفون بعضهم، يتجمعون في أماكن واحدة ويشوفون أعمال بعض. أخذ عمله، شاف أحد النقاد في الصالون وقال إنه هذا العمل مجرد انطباع، أو هو الانطباع الأول. وهذه هي الفكرة، إنه الانطباع الأول للصورة، لأن إحنا لا يمكن نحن نشوف، يعني حتى لو ما غبشنا نظرنا أو ما كان نظرنا قصير، لما نطالع أي منظر طبيعي لا يمكن نشوف التفاصيل. حاولوا فنانين التأثيرين في ذاك الوقت إنهم يحاولون يقولون لنا إنه إحنا ما نقدر نشوف كل شيء، الإنسان بشري، لازم الحس البشري يكون موجود، الانطباع اللي احنا نشوفه هو المفروض اللي نسجله، مش الصورة اللي موجودة. ولا ما اختلفنا عن آلة التصوير، وعلى فكرة في هذاك الوقت آلة التصوير كانت موجودة، يعني من التطورات التكنولوجية اللي حصلت في هذاك الوقت انه التصوير الفوتوغرافي او الضوئي باللغة العربية موجود. فقالوا احنا ليش احنا نتعامل زي ما نتعامل الآلة او آلة التصوير، لازم نكون مختلفين عنهم. المجموعة هذه راحت وعرضت أعمالها في عام 1874 في أحد الصوالين وأثارت ضجة. لجنة التحكيم رفضت أنها تعرض أعمالهم لأنها مخالفة للقواعد الأساسية. واحد من النقاد اسمه لوي
شاهد اللوحة وقال انطباع أو تأثير شروق الشمس هذا المعرض، قال إنها تصوير الشمس الملتهبة كان فظيع، فظيع بمعنى سيء وليس فظيع زي ما نقوله باللهجة العامية إنه شيء جميل، وأن مونيه فنان غير مهتم أو قذر. كلمة قذر مش القذارة طبعا الأخلاقية، لكن الوساخة في العمل الفني، اللي يمكن مارس العمل الفني يعرف إنه إذا أنت ترسم بالألوان المائية أو حتى بالألوان الزيتية لازم يكون أعمالك أو شغلك دقيق جدا، لدرجة إنه ما تخلط الألوان مع بعض وما تخلط الفرش مع بعض، والموية لازم تكون نظيفة باستمرار عشان ما تصير اللوحة وسخة أو قذرة، لازم تكون جدا نظيفة. فهو الناقد من وجهة نظره إنه مونيه ما قدر يحافظ على نظافة الألوان أو نظافة الفرش وصارت لوحة وسخة، وإنه فنان مهمل لأنه مهمل طلعت اللوحة بهذا الشكل. ما كان مقتنع تماما ابدا الناقد انه هذا هو اتجاه او اسلوب جديد في العمل الفني، كان بالنسبه لهم تحدي الفنانين التاثيريين. الان انتم تشوفون لوحه مونيه هذه اللي هي لوحه شروق الشمس او انطباع شروق الشمس، واللي منها اخذ او اخذوا الانطباعيين اسم مدرستهم. كلمه مدرسه هنا بس بحاول اني افهم انه كلمه مدرسه في الفن التشكيلي معناه انه في عدد من الأشياء لازم تحصل، منها أن مجموعة من الفنانين يتجمعون في مكان واحد في فترة زمنية واحدة ويتناولون أسلوب فني واحد، هنا نقدر نطلق عليهم مدرسة. أيضا لازم يستمر لفترة طويلة ويكون تأثيرها قوي، لكن اللي يحصل أنه البعض يعني يطلق مسمى مدارس على نماذج لأعمال فنانين بينهم فترات زمنية ولا بعد جغرافي واسع لا يمكن أن يطلق عليها اسم مدرسة. نرجع مرة ثانية للتأثيرية ولعمل مونيه. الأعمال التأثيرية المبكرة مهدت زي ما قلت وكانت هي الكسر الأولى للقاعدة الأساسية اللي ظهرت بعدها الحداثة بالصورة اللي احنا نشوفها اليوم. الانطباعيين كان في عدد من السمات اللي ميزت أعمالهم، يمكن أهمها أنهم منتجين. كلمة منتج معناه أنه غزيري الإنتاج، كان الفنان الواحد يمارس العمل الفني باستمرار وينتج عدد كبير من الأعمال في فترة قصيرة. أيضا ساعدهم التطور التقني في أن الأنابيب أو الألوان اللي كانت تصنع في هذاك الوقت الألوان الزيتية كانوا يقدرون يحفظونها في علب ويخرجون فيها يمارسون الرسم في الهواء الطلق. زمان قبل الفترة التأثيرية أو قبل نهاية القرن 19 كان الفنان لازم يرسم في مرسمة عشان يقدر يحافظ على الألوان ما تتأثر ما تنشف بسرعة إلى آخره. لكن بعد الاكتشافات الحديثة في تقنية الألوان وصناعتها أصبح الفنان يقدر يحط الألوان في علبة ويروح برا في الهواء الطلق ويرسم مباشرة من الطبيعة، وهذا اللي أثر على أعمالهم الفنية اللي مأخوذة أفكارها من الطبيعة. الشيء الثاني اللي حصل إن الألوان بالنسبة للفنانين التأثيريين أصبحت جريئة. كلمة جريئة في مفهوم هذاك الوقت احنا بنحاول ان احنا نتخيل وقتهم، هم طول الوقت كانوا يرسمون في منطقة مسكرة الألوان فيها ضعيفة. طبعا البيئة الأوروبية حتى وقت قريب وقبل التغيرات الجوية كانت أغلب السنة مظلمة، الشمس حتى لو تطلعت ما تطلع قوية، ما هي زي الألوان عندنا مثلا في السعودية ولا في أفريقيا ولا غيرها لما نشوف التباين اللوني بسبب قوة الشمس. هم يرسمون في منطقة مسكرة الألوان لفترة طويلة كانت غامقة، ولو رجعت وشفتوا اللوحات أو الأعمال الفنية اللي ترجع للقرون الوسطى وقبلها كلها بتشوفون الألوان جدا غامقة. هنا صارت الألوان جريئة لأن صارت رسمهم مباشرة من الطبيعة، تأثير الشمس على رؤيتهم كان واضح من خلال اختيارهم للألوان. الشيء الثاني اللي هي أن اللوحة صارت ضبابية أو مشوشة، هذا بمفهوم الناس في هذاك الوقت، لكن هم بالنسبة لهم هم يبغون الانطباع الأول، ما يبغون التفاصيل الدقيقة اللي الكل قاعد يشوفها. الشيء الثالث أنه بما أنهم صاروا يرسمون برا كثير وكانت مواضيعهم مرتبطة بالأشياء اللي يشوفونها، صارت اللوحات يا أنها طبيعة أو الحياة اليومية، كثرة المواضيع اللي مرتبطة بالطبيعة والحياة اليومية عند التأثيريين. الشيء المميز أيضاً أنه على أنهم كانوا مجموعة وضمن مدرسة واحدة وأسلوب واحد مؤثرات متشابهة، إلا أن كل فنان له أسلوب مختلف، راح نتناول عدد من الفنانين ونشوف أساليبهم وتتضح الصورة بشكل أفضل. في نهاية الأمر لما تشوف اللوحة التأثيرية أنت تحس أنه الفنان جاب الألوان حطها على اللوحة والخلط صار على اللوحة نفسها.
هذا ايضا ارتبط باكتشافات علميه اللي هي الموشور، وكيف ان اللون الابيض لما يدخل الموشور يطلع 7 الوان. ففكره هذه الالوان اللي مرتبطه بلون واحد حاولوا انهم يبينونها، وانه الالوان انا بدل ما احط اللون الاخضر على اللوحه انا ممكن احط الاصفر جنب الازرق، وبعدين بيتبين لي او بيتهيأ لي انه هو اللون الاخضر. زي ما قلنا خروجهم بسبب الاكتشافات الأثرية، تخزينهم للون ساعد في تغيير أعمالهم، والضوء بلا شك كان السبب الرئيسي في تغيير الأسلوب، لدرجة أنه فنان زي مونيه من كثر ما هو يعني مهتم بهذه التغيرات اللي تحصل صار يروح للمكان الواحد ويقعد طول النهار من بداية شروق الشمس إلى غروبها، وكل فترة يرسم لوحة مختلفة. يعني مثلا هذا الأسبوع يرسم بس انطباع الشمس الصبح وقت شروق الشمس، في الأسبوع اللي بعده يرسمها الظهر، بعدين قبل المغرب، بعدين يشوف تأثير الألوان كيف الألوان تتغير على المنظر الطبيعي بسبب اختلاف موقع أو وقت النهار. اللي تشوفونه قدامكم الآن أحد أو نموذج من أعمال كلود مونيه، شايفين ضربات الفرشة على اللوحة، الألوان الجريئة، الانعكاس الإضاءة على اللوحة بشكل قوي، وحتى الألوان المستخدمة اختلفت تماما عن اللي احنا كنا نشوفها في فترات سابقة. اللوحة الثانية لمنظر طبيعي أيضا على البحر لمونيه بنفس الأسلوب. اللوحة الثالثة يمكن هذه سلسلة من الأعمال اللي هي الووتر ليليز أو الموية أو تأثير انطباع الشمس على الموية. المجموعة الأعمال كلها متوزعة على العديد من المتاحف، اللوحة اللي تشوفونها قدامكم الآن في أحد متاحف طوكيو، أما اللوحة الثانية فهي موجودة في متحف في باريس، وهذه اللوحة في ميونخ، واللوحة هذه في أوهايو في أمريكا، واللوحة الثالثة في شيكاغو في أمريكا. يعني أكثر من لوحة نفس الموضوع، لكنها طبعا توزعت لأنها يعني أعتقد من الأعمال اللي يفخر أي متحف بوجود لوحة من لوحات مونيه فيها، وهذا يدل أيضا على الإنتاجية والغزارة في الإنتاج. من الفنانين الثانيين في الفكر التأثيري واللي ظهروا في هالمرحلة كاميلي بيسارو. بيسارو تميزت أعماله، نشوف الحين واحد من أعماله هنا اللي هي الحديقة، بأن التفاصيل عنده كانت أدق لدرجة وصلت إلى ما يسمى التنقيطية. هذه لوحة ثانية من لوحاته معروضة في متحف باريس للفنون، واللوحة الثالثة في أمريكا محفوظة، لكن الدقة اللي هنا يعني اختلفت شوي عن لوحات مونيه بما يسمى التنقيطية أو سمي لاحقا بالتنقيطية، وضحت أكثر عند زي ما قلت بيسارو. هذه اللوحة التنقيط فيها واضح جدا، تمثل طفلين قاعدين يلعبون في حديقة، وهذه مجموعة من النساء يعملن في الحقل. مرة ثانية لما نشوف الأعمال هذه نشوف الاختلاف اللي نقدر نقول إنه ما زال الفكر التأثيري لكن بأسلوب مرتبط بفنان محدد. من الفنانين أيضا التأثيريين إدغار ديغا. إدغار ديغا تميز بالموضوع، موضوع مختلف عن الفنانين الثانيين. راح أتكلم عن إدغار ديغا أكثر في بعد الفاصل.